مع بداية العام الدراسي الجديد ومواصلة لتطبيع الحياة التعليمية بمدينة تعز، تسلمت السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم مدرسة عقبة بن نافع بمنطقة ثعبات بعد تنظيفها من الألغام. هذه المدرسة التي كانت ثكنة من ثكنات العدو الميليشيات التي أبت إلا أن تغادر هذا المكان وتزرع العديد من الألغام، حيث بلغت عدد الألغام التي نزعت أعدادها أكثر من 40 لغم وعبوتين أيضا ناسفة. نتسلم مدرسة عقبة من الإخوة العاملين في مركز نزع الألغام بعد أن أمضوا ما يقارب العام الكامل في نزع الألغام من هذه المدرسة، وبدلا أن كانت مكان للعلم والنور حولتها العصابة المتمردة الإنقلابية إلى ثكنة من ثكناتها. تعرضت المدرسة لتدمير كبير ذهب بكل أثاثها ومعاملها وكراسيها ومخازنها، وتعرضت أيضا للحريق بعد أن سحبت حتى الأسلاك من فصولها وكل مرافقها من قبل العابثين، وستسلم للصندوق الاجتماعي للترميم وإعادة صيانتها حتى يرجع إليها طلابها الذين كانوا يتعدون 1000 طالب في مراحلها المختلفة. إجمالي عدد الألغام المكتشفة والمنزوعة من مجمع عقبة التربوي عدد 11 لغم مضاد للأفراد ينفجر عند وزن 4 كيلوغرام، وعدد العبوات المكتشفة في مجمع عقبة عبوتين ناسفتين مرتجلة محلية الصنع تعمل بالمتحسسات الضوئية والحرارية والأشعة تحت الحمراء، وكذلك تم نزع الكثير من القذائف التي لم تنفجر بعد. الميليشيات الحوثية زرعت المحافظة بشكل عام بالألغام ونشرت كل الألغام في كل الأماكن الحساسة والأماكن وأماكن الخدمية، ومن ضمنها هذه المدرسة اللي تشاهدونها زرع فيها كثير من العبوات والناسفات، فقام الفريق مشكورين فريق الألغام بنزع هذا هنا وفي أماكن أخرى كثيرة جدا. كبيرة هذه المدرسة بكبر المنطقة، كان يدرس فيها مئات الطلاب حتى أتت الميليشيات وزرعتها بالألغام، وأغلقت هذه المدرسة لخمس سنوات متتالية. ها هي اليوم تعاد لها الحياة، وأبناء المنطقة كلهم يقولون بأن الميليشيات مرت من هنا. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.